صباح الخير. جارب اللي يمكن على الوقت. كيف الحال؟ شو أخباركم؟ أهلا وسهلا. الحمد لله تمام. صباح الخير. صباح النور. دكتور عامر يعطيك العافية. أهلا وسهلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. يعني نحن بنسمع بدورات، بنسمع بهيك أشياء، ولكن قديش بتأثر على الموظف بتخليه إنه يكون دائما مواكب أحداث عمله أو اختصاصات أخرى كمان في الحياة أول بأول ويكون على أبديت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك بكل خير. صباح الخير. سعيد جدا بوجودي معاكم اليوم. نحن أسعد. الله يبارك فيكم. وأستاذ أمجد شكرا جزيلا على هذا السؤال الاستفتاحي اللي مهم جدا. لا شك إنه الدورات التدريبية هي إحدى الركائز الأساسية اللي بتقوم عليها كل منشأة بحيث إنها تنمي مهارات الموظفين وتكسبهم خبرات وسلوكيات جديدة. كثير من الدورات التدريبية القائمين على دورات تدريبية بركزوا على إعطائهم مهارات أوريدي هم عارفينها بس قاعدين بيعملوا لها زي بولشينج، بيعملوا لها ريفريش لأنه الناس ملت. صحيح. إذا الموظف وصل لمرحلة أنه صار يشعر بنفسه أنه صار زي الرجل الآلي، يجي الساعة 8 الصبح يدق الكرت، الساعة 2:30 يروح على نفس الماكينة يدق الكرت ويروح، ما رح لا يبدع ولا يبتكر ولا يقدم أي شيء جديد للمنظمة. فمن هون جاءت فكرة الدورات التدريبية، ومش فقط الدورات التدريبية العادية، استحداث دورات ومسميات دورات تدريبية متخصصة، لأنه أحكي لكم إياها بكل يعني بدون مجاملة، مش كل طبيب جراح. مزبوط. صحيح. فالدورات التدريبية أيضا أصبحت تخصصية. صحيح. تخصصية بحتة، يعني بتلاقي ناس متخصصين في الموارد البشرية، في ناس متخصصين في الموارد البشرية متخصصين في الاختيار والتعيين، في ناس متخصصين بالتوظيف، في ناس متخصصين بالتريننج. والدورات التدريبية إذا ما كان الشخص ملم فيها جدا حيوقع وينكشف. مصبوط. فلذلك لازم قدر الإمكان إنه الواحد يكون متخصص في مجال تدريبه. طب دكتور عامر، أكيد دائما في موظفين دائما بيكونوا معارضين أو بيعتبروا إنه هم على خبرة عالية وما بحاجة لتدريب، كيف تحاولوا تحلوا هاي المشكلة وكيف بتشجعوا الموظفين إنهم يكسبوا هاي الخبرات التدريبية ويستمتعوا فيها وياخدوا فعلا خبرة ومعلومة جديدة مثلا؟ جميل. أو يتعلموا مهارة جديدة؟ جميل جدا. بالنسبة للدورات التدريبية المفروض ما تكون هي عبارة عن جداول أوكي بمسميات وأيام وأزمنة معينة وتفرض فرض على الموظفين، بحس إنه هاي الدورة مغصوب عليها غصب، فبتلاقي لما راح جوا قاعة التدريب ما إلوش هذاك الحافز إنه يروح. فوين الشيء الأساسي؟ بيرجع للمدراء ورؤساء الأقسام، بحيث أثناء الاجتماعات اللي بيجتمعوا فيها مع الموظفين يركزوا على مثل هاي الأشياء، إنه يحكي لهم إنه أنت والله بكل شفافية بنجتمع مع الموظفين ونحكي لهم إنه في عندك نقاط ضعف في المجالات التالية لازم أنت تنميها عن طريق الدورات التدريبية في هذا التخصص. ودائما كثير من الأخطاء وين بتصير؟ بتصير إنه ما في تنسيق ما بين أقسام التدريب ورؤساء الأقسام، ومش عارفين أي موظف شو الدورة اللي بده يأخذها إمتى وين. فهي ممتاز. بس في كمان مهمة صعبة بتقع على عاتق إدارة الشركات أو المؤسسات، وهي اختيار الدورات. يعني أنتوا عندكم معايير معينة أو طرق معينة لاختيار الدورات اللي المفروض ياخدها الموظف؟ ممتاز. أستاذة منا، بالنسبة لسؤالك مهم جدا وبينقسم لقسمين. القسم الأول في إشي في التخصص التدريبي إشي اسمه تحديد الاحتياجات التدريبية. لما بدك تحددي الاحتياجات التدريبية لازم تعملي تحليل analysis. كيف بنحلله؟ بنحلله عن طريق المثلث الهرمي، بنحلل المؤسسة، بنحلل الوظيفة، وبنحلل الفرد والاحتياج. ما هو بناء على هذول الثلاثة أوكي؟ نعم. هذول الثلاثة بنشوف احتياجنا فين، ايش هي الدورات التدريبية. واحكي لكم قصة وقعت يعني صارت معي قبل حوالي 3-4 ايام. كنت في دورة تدريبية أثناء الكوفي بريك، بتعرفي المتدربين بيجوا بصير يحكوا مع المدرب دكتور ساعة المستشار كذا، واحد من نفس المنشأة التنين، واحد بيقول لي والله يا دكتور هاي السنة أنا ثالث دورة بأخذها بنفس المسمى، نفس التخصص ونفس المسمى ثلاث مرات بنفس السنة أخذها. راح شوي إجاني زميل إله
بيقول لي والله يا دكتور انا الي سنتين ما اخذتش ولا دوره تدريبيه. بقول له انت من زمان؟ قال لي انا الي 3 سنين في نفس المؤسسه. فتخيلوا ناس بياخذ نفس الدورات متكرره اوكي، وناس قاعدين هم بحاجه لهي الدورات ومش ماخذينها. فهنا نرجع بنحكي انه زي ما تفضلتي انت انه القائمين على اداره تلك خلينا نحكي المؤسسات هم اللي لازم يدير بالهم على تحديد الاحتياجات التدريبيه واختيار الموظف المناسب للدوره المناسبه. ممتاز. كيف بتعمل احيانا بنلاحظ انه الدورات لما نروح على مؤسسات انه بنلاقي والله دوره كيف تصبح مثلا كذا 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 في 7 أيام، هاي كمعاهد ممكن احنا نشوفها، لكن بيئة العمل دوراتها بتختلف، بنلاقي انه الدورة شوي مكثفة متعوب عليها وجايبين الانسان المختص ليعطيها. صح. يعني مش والله دورة تعال خلينا ابو شهادة ويلا صرت هلا مدير ومحاسب مالي. تمام. خلينا نكون واضحين، المؤسسة بدها يعني تنمي مهارات موظفيها وتعمل تعمل كفاءة كبيرة، لكن قديش بتختصر وقت؟ قديش الوقت الزمني اللي ممكن تختصره على الموظف انه يوصل للبوينت المحدد؟ والله حسب حسب طبيعة الموظف. يعني الدورة التدريبية بترجع نجاحها برضو للمتدربين. كيف لما احنا كإدارة في المؤسسة منقيس أثر التدريب؟ كيف يعني منقيس أثر التدريب؟ نزلنا مثلا الأستاذ أمجد أسبوع اوكي بواقع 5 ساعات يوميا، 5 × 5 25 ساعة تدريبية، واعطيناه شهادة وقيمناه وكل شيء تمام. احنا كإدارة في المؤسسة المفروض انه ما نكتفي بهذا القدر، لازم احنا نعمل له ايفالويشن ما بعد الدورة التدريبية، اعطيه كمان اسبوع 10 ايام، اعطيه شهر شهرين واقيمه. اذا انا ما بقدر اقيمه بخلي المشرف المباشر تبعه يقيمه ويعطيني انا كمدير الفيدباك انه والله هل صار في تحسن بالنسبه للموظف امجد ما قبل الدوره وبعدها، ونعملها ريكورد اوكي. وبرضه هذا الاسسمنت يكون في درجات متتاليه، يعني كل شهر نشوف، لانه في ناس كثير الكيرف بيكون اب عندهم بمستوى ادائهم، ومرات بعد فتره اذا يتوقف. ما درنا باله يتوقف او ينحدر، مرات بينزل الكيرف داون. فانا بدي الموظف امجد يكون محافظ على مستواه، وبالعكس انه دائما يحاول يتزايد. قدر الامكان يتزايد. ممتاز. بس انا عايزه اكمل، عندي سؤال تكمله لسؤالي السابق. تفضل. كمان مش بس اختيار الدورات، حتى اختيار المحاضر دكتور عامر. شيء اكيد. في بعض الاحيان بنشوف حاصلين على شهاده من دوره واحده. نعم. وبيجوا يقول لك انا اصبحوا محترفين بالضبط، وانا سفير نوايا حسنه، وانا دكتوراه فخريه من الشيء الفلاني، بس تدخلوا انت زي ما احنا بنقول بالبلدي ترميه في البحر تلاقيه ما بيعرفش يعوم. صح. فايه رايك، مع او ضد؟ انا معاكي 100%. وبدي أعطيكم حادثة صارت معي. طبعاً يوم الأيام إجا زميل إلي دكتور وجالس معي في المكتب، وإجاني تليفون إحدى القطاعات بلا ذكر أسماء، فبيحكوا لي دكتور بدنا شخص ترشح لنا إياه لإعطاء دورة في إدارة المشاريع الاحترافية. بالصدفة كان زميل إلي وصاحبي جالس معي، فبعد ما سكرت التليفون مع الجهة واللي بيقول لي دكتور عامر انت قاعد تبحث عن واحد انا ممكن اعطيها. فقلت له كيف انت ممكن تعطيها؟ قلت له انت معك دكتوراه في التسويق. قال لي عادي انا ممكن اعطيهم البيسكس. بصراحه وقفته عن التدريب في الماركتينج وفي التخصصات الثانيه كلها تبعك. ليش؟ لانه المدرب اللي بيقول لك انا بقدر اعطي كل شيء، اعرف انه مش فاهم ولا بشيء. صحيح. ماشي. يا بيكون متخصص في مجاله وهذا المجال هو يحترمه اوكي، وما يقعد يصير يفتي امام المتدربين. المتدربين احتمال يكون يوم الايام امامك مدير ولا رئيس قسم ولا شخص محترف في هذا المجال، احتمال يحرجك انت في بعض. صحيح. الاسئله. فاختيار، انا معاكي استاذه منى 100%، اختيار المدرب المتخصص للدورات يعد 75% من سر نجاح تلك الدورة. والمفروض أيضا ما يكونوا بس فقط أكاديميين، المفروض أنه يكون أكاديمي زائد ممارس، يعرف بالسوق شو بده. مش أنا بس أعطيكم دورة والله وأعطيكم اختبار ويلا الكل جاب إيه ويلا تفضلوا انزلوا هاي شهادات. لا، لما أنتوا بتعطوا كيسز، لما بتعطوا حالات
وهاي الحالات والكيسز ما حدا بعطيها إلا شخص ممارس. هاي الأشياء ما بتكون موجودة في الكتب، مش موجودة في الدورات التدريبية. طب دكتور عامر، هلا احنا بنعرف دائما انه الدورات التدريبيه بتكون مدتها قصيره، تمام. هل هاي المده القصيره كفيله بانها تخلق مهاره جديده عند الموظف؟ وشو هي اقل الساعات اللي ممكن يكتسب فيها الموظف مهاره، وشو هو الافضل له لحتى يتقن المهاره مش مجرد اكتسابها؟ جميل. الدورات غالبا بتنقسم الى نوعين، دورات تاهيليه ودورات تطويريه. اللي حضرتك بتتكلمي عنها اوكي اللي هي الدورات التطويرية. شو يعني الدورات التطويرية؟ الجماعة اوريدي على رأس عملهم وقاعدين بيشتغلوا اوكي، بس المحاضر بده يعطيهم بعض رؤوس الأقلام اللي هم اصلا ناسينها او اللي هم اصلا مش منطبقينها. هاي بالنسبة للأشياء التطويرية. التأهيلية لا، الدورات التأهيلية بوجهة نظري المتواضعة 3 أيام وخمس أيام بتكون قليلة جدا إنك تأهلي موظف أو تأهلي متدرب إنه يقوم في أعمال جديدة عليه. فهي حسب يعني حسب نوعها وحسب طبيعة الموظف. هل هو عنده خلفية وعنده experience في هذا المجال ولا لا؟ إذا كان عنده خلفية وإذا كان ممارس أوكي الدورات التطويرية كثير بتفيده. يعني طريقة طرح المنهاج أيضا دكتور بتلعب دور كبير في نجاح الدورات. إشاكي. يعني إحنا ولله الحمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الله يديم الأمن والأمان عليها يا رب. لا شك إنه تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة عالية في كثير من المجالات ومنها التدريب. فالآن الدورات التدريبية اللي كانت تعقد أيام الستينات والسبعينات إشي أكيد الآن ما بتنفعنا. صحيح. ليش؟ في عنا صارت ميزة تنافسية عالية ما بين القطاعات، أصبح هناك تطور علمي وتكنولوجي فظيع وهائل جدا. يعني المدرب اللي جديد ببين من أسلوبه، ببين من الإكيبمنت اللي معاه، ببين من تعامله مع الليزر بوينتر، ببين ما كل هاي الأشياء. المدرب المحترف الجيد هو اللي بيواكب تمام التطور. ومن الأخطاء الفادحة اللي كتير دائما إحنا منعرج عليها لدوراتنا في تدريب المدربين إنه منقول لهم دائما طور وحدث من نفسك، لا تضلك أنت بنفس الأسلوب ونفس النمط، تدرب نفس بنفس الأسلوب دائما. افتح الانترنت شوف ما هو جديد في مجال التدريب. نعم. أيضا حاول تركز قدر الإمكان على الجوانب العملية، لا تضلك تعطي أشياء نظرية فقط. الموظف الشغلات النظرية بيقراها بكتاب، بيفتح اليوتيوب ممكن يشاهد أي مشهد ويخلص الأمور كلها. فإحنا قدر الإمكان دائما منركز على الجوانب العملية أكثر من النظر. أكيد. يعني دكتور عامر، يعني بطول الحديث عن الدورات وأهمية يعني إعطاء الكفاءة للموظفين، أكيد حديثنا لم ينتهي، في لقاءات أخرى راح نستضيفك إن شاء الله ونتعرف على كثير مواضيع. شرفتنا إن شاء الله. بصباح الخير يا وطن. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك وشكرا جزيلا وتشرفت بلقائكم. شكرا. لقاء ثاني إن شاء الله. أسعد أكيد. لازم نطلع بريك ونشرب قهوة ونرجع. يلا.